جمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني عشر، أهلا ومرحبا بكم في باقي دروس المصورة الوحدة الأولى العضلات والحركة. درس اليوم إن شاء الله عن طريقة عمل أزواج العضلات الهيكلية. أهداف درس اليوم: تستطيع عزيزي الطالب في نهاية الحصة أن تصف المجموعات العضلية، ما هي المجموعات العضلية ودورها في الحركة. رقم 2، تستطيع أن تحدد أدوار عضلات العضد عند رفع وإنزال الأوزان. تستطيع أن تحدد دور العضلات عند حركة ركل الكرة بالنسبة لعضلات الفخذ. نبدأ أولا بانتظام العضلات الهيكلية في أزواج أو مجموعات. العضلات في الجسم مجموعة موجودة على هيئة مجموعات عضلية. ما هي المجموعة العضلية كتعريف؟ هي العضلات التي تتناسق لأداء وظيفة معينة. العضلات الهيكلية عند تحريك أي جزء في الجسم هي تتناسق مع بعضها. فعضلات الذراع تتناسق عند حركة معينة في الذراع، فتسمى المجموعة العضلية التي تتناسق لأداء وظيفة محددة أو وظيفة معينة. العضلات في الجسم تنتظم في مجموعات لأداء وظيفة معينة، وتكون العضلات عموما في أزواج متقابلة، يعني معاكسة لعملها. عضلة تقوم بالانقباض أثناء حركة، فالأخرى تقوم بالانبساط وتنعكس عملها، فتسمى بأزواج العضلات المتقابلة أو المتضادة، وسنتعرض إليها لاحقا. طيب، هندرس أول مثال المجموعات العضلية المشية. مجموعات المشي توجد في الفخذ. في العضلات القوية الموجودة على السطح الأمامي لعظمة الفخذ في الجهة الأمامية، والموجودة في الخلف. الموجودة على السطح الأمامي رباعية الرؤوس، كما يتضح في الرسم، تسمى بالعضلة رباعية الرؤوس، وهي العضلة الأمامية في الفخذ. العضلات الموجودة في الناحية الخلفية هي الألوية الكبرى، وهي أكبر عضلة في الجسم وتحافظ على التوازن خاصة عند الحركة وصعود السلالم. والثلاث عضلات المقبضية الموجودين في الناحية الخلفية. يبقى الناحية الأمامية يوجد العضلة رباعية الرؤوس، في الفخذ في الناحية الخلفية يوجد العضلة الألوية الكبرى والثلاثة المقبضية. كل من هذه العضلات تعتبر مجموعة عضلية. رباعية الرؤوس مجموعة عضلية مع الألوية الكبرى والثلاثية المقبضية، لأنها تتناسق لأداء وظيفة معينة سنقوم بشرحها لاحقا. كيف تعمل أزواج العضلات الهيكلية التي في مجموعة؟ هل تنتج العضلات قوة فقط عندما تنقبض؟ انقباض العضلة ينتج القوة. تعمل العضلات الهيكلية في أزواج عندما تنقبض عضلة تنبسط العضلة الأخرى. تفعل مجموعتين عضلتين فعلين متعاكسين يعرفان بزوج العضلات المتضاد. المجموعات العضلية التي تعاكس مجموعة أخرى في عملها تسمى مجموعة العضلات المتضادة، أو بزوج يعرفان بزوج العضلات المتضادة. في بعض التعريفات نتعرض ليها كي نستطيع وصف حركة العضلات. منشأ العضلة ومغرس العضلة. في الرسم هنا عظام الحوض، دي عظمة الفخذ الأيسر، وهذه عظام الحوض، وهذه عضلة. هذه العضلة لها منشأ ولها مغرس. العضلة مرتبطة بمنشأها اللي هو الوتر اللي يربط العضلة في العظم. هذا المنشأ يكون ثابت مثل عظام الحوض. أما المغرس فهو مرتبط بعظمة الساق، صحيح، وعظمة الساق عظمة متحركة. فمنشأ العضلة هو نهاية العضلة المرتبطة بعظم ثابت، أما مغرس العضلة هو نهاية العضلة المرتبطة بعظمة متحركة. مثال
هذه العضلة رباعية الرؤوس والعضلة المقبضية، منشأهما عظام الحوض، أما رباعية الرؤوس والمقبضية مغرزهما عظمة الإيش؟ عظمة القصبة، وديت العضلة. نقارن بين تعريفين آخرين اللي هو العضلة الناهضة والعضلة المناهضة. من الاسم، العضلة الناهضة هي المسؤولة عن بدء الحركة، أما العضلة المناهضة هي العضلة التي تعاكس عمل العضلة الناهضة، أي تعيد الجسم لحالته الأولى. يبقى العضلة الناهضة تبدأ الحركة، تغير في شكل الجسم عن الوضع القياسي للتشريح فتبدأ الحركة. العضلة المناهضة تعيد الجسم لما كان قبل الحركة. ما الدور الذي تقوم به العضلات المناهضة؟ العضلة الناهضة عرفنا بتبدأ الحركة، طب إيه أهمية العضلة المناهضة؟ المحافظة على وضعية الجسم والأطراف كالوقوف في وضع مستقيم، لأن هي تعيد جسم الإنسان للوضع المستقيم بعد حدوث الحركة. تتحكم في الحركات السريعة مثل حركة الركل. يبقى أخذنا ما هي، ما تعريف المجموعة العضلية، كيف تعمل العضلات في أزواج، ما هو منشأ العضلة ومغرس العضلة، ما هي العضلة الناهضة والعضلة المناهضة. الآن نطبق هذا على حركات في جسم الإنسان. أولا، عمل أزواج العضلات في رفع وإنزال الوزن، وده في عضلات الذراع. عضلات الذراع موجودة في العضد عضلتين، العضلة ثنائية الرؤوس والعضلة ثلاثية الرؤوس. عند حركة الساعد ناحية العضد لرفع وزن ما، كما نلاحظ تنقبض العضلة الثنائية فيقترب الساعد من العضد، بينما تنبسط في نفس الوقت العضلة ثلاثية الرؤوس. وعند إنزال الوزن تنبسط العضلة ثنائية الرؤوس وتنقبض العضلة صحيح ثلاثية الرؤوس. ممتازين. نكمل الجدول. الشكل يبين انقباض العضلة عند رفع الوزن، أي عضلة؟ العضلة ثنائية الرؤوس أو ذات الرأسين، والعضلة ثلاثية الرؤوس بتكون منبسطة. أما في إنزال الوزن ينعكس دور العضلات، فثنائية الرؤوس في رفع الوزن تنقبض، أما في إنزال الوزن تنبسط، والعضلة ثلاثية الرؤوس تنبسط في حالة رفع الوزن وتنقبض في حالة إنزال الوزن. حركة أخرى هي عمل أزواج العضلات. الأزواج العضلات عند ركل الكرة، ما المجموعات العضلية المسؤولة عن ثني الركبة عند إرجاع القصبة للخلف في البداية، ثم ركل الكرة بمد الركبة وحركة القصبة إلى الأمام. المجموعات العضلية هي عضلات الفخذ، العضلة المقبضية. طيب كيفية الحركة؟ من العضلة الناهضة والمناهضة؟ صحيح، في بداية الحركة عند حركة القصبة للخلف، العضلة الناهضة هي العضلات المقبضية على الجزء الخلفي للفخذ، والعضلة المناهضة لها التي تنبسط هي عضلة الفخذ رباعية الرؤوس الأمامية، فتثنى الركبة ويتحرك القصبة، تتحرك القصبة إلى الخلف. عند مد الأرجل للأمام ومد الركبة للأمام فينعكس أدوار العضلات، فتصبح العضلة الناهضة هي عضلة الفخذ رباعية الرؤوس الأمامية، فتحرك القصبة إلى الأمام، وتصبح العضلة المناهضة هي العضلات المقبضية على الجزء الخلفي للفخذ، كما يتضح هنا. ديت الحركة عند مد الركبة، والحركة عند ثني الركبة، دي الحركة الأولى ثم الحركة الثانية. بعض الأسئلة للتقويم. شكرا لكم، إن شاء الله نواليكم تباعا بالفيديوهات، فتابعونا إن شاء الله. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.